في كلامنا اليومي إذا وصف أحدهم امرأة فتية بأنها تحل من حبل المشنقة فإن ذلك يعني من دون أي لبس أنها جميلة جدا وشهية جدا بالمعنى الحسي للكلمة. فما هو الأصل في إطلاقنا هذا الوصف على الجميلات؟ في الزمن المملوكي من تاريخ مصر كان الفساد يعم البر والبحر، وكان الحكام المماليك منعزلين عن جمهور المصريين، يحكمونهم ولا يختلطون بهم، مع أنهم كانوا أساسا غرباء لا يعرف لهم أصل ولا يعرف للواحد منهم في معظم الأحيان أب، ولذلك نراهم يحملون أسماء مفردة: قطز، بيبرز، قلاون، قايت باي، شيركوة، صلاح الدين، سنجر، إلى آخره. وقد وصفهم المصريون بأنهم أولاد الناس لأن معظمهم بلا أب معروف، وهي صفة كانت في البدء سلبية الدلالة ثم انقلب معناها إلى الضد، وصرنا نطلقها على أبناء وبنات الطبقة الراقية. المهم أن زماننا المملوكي الذي يمتدحه بعض معاصرينا جهلا منهم بطبيعة هذا الزمان وظنا بأنه زمان كام ثم اندثر، مع أنني أراه ممتدا فينا ولي على ذلك شواهد كثيرة، بل إنني أزعم أنه من دون النظر بعمق في طبيعة المرحلة المملوكية من تاريخنا لن يمكننا أن نصل إلى فهم عميق لما يدور حولنا اليوم من أحوال السلطة والسلطان مهما تغيرت المسميات. ما علينا من ذلك الآن، فما مرادنا هنا إلا تبيان أن فساد الحكم المملوكي أدى إلى ظواهر عديدة، منها ما يعرفه المؤرخون باسم البذل أو البرطلة أو ما نسميه اليوم الرشوة، كما انتشرت في الزمن المملوكي المحسوبية، بمعنى أن كل شخص قوي يلحق به ضعفاء محسوبون عليه يزيدون بكثرتهم من قوته، ويفتخر الواحد منهم بأنه من المحسوبين على هذا الحاكم أو ذاك الأمير، أو هو بعبارة عامية من المحاسيب الذين ينعمون بالقرب من أصحاب السلطة، مع أن هؤلاء كثيرا ما كانوا ينقمون على من حولهم بسبب أو بدون سبب، وهو ما كان يعبر عنه بقولهم تغير قلب الحاكم عليه، فتكون الويلات من نصيب هذا المحسوب الذي كان محسوبا ثم صار لا حساب له، على أساس أن الحاكم أصلا لا حساب عليه ولا راد لرغباته ولا معيار لتقلب قلبه على المحيطين به من محاسيبه. وفي هذا السياق السياسي والاجتماعي الفاسد كان للوساطة دور كبير في تسيير مصالح المغلوبين على أمرهم، فالوسطاء ينقلون أمين الناس إلى مجلس الحاكم ويتلطفون في قضاء حوائج الناس الغلابة، فترتفع بذلك مكانة هؤلاء الوسطاء المتوسطين بين القاهرين والمقهورين. ولا يغيب عنا هنا أن اسم عاصمتنا المحروسة كايرو في صيغته العربية القاهرة، مشتق أصلا من القهر، وكان شخص الواسطة في هذا الزمان وما يزال إلى زماننا هذا له حدود ودرجات معلومة عند ذوي السلطان، فقد تجوز وساطته في رد مظلمة بسيطة لحقت ببعض الناس، وهو ما كان يقوم به قديما مشايخ الصوفية، وقد تكون وساطته للحصول على منفعة لنفسه أو لآخرين، وهذا مرهون بكونه من الحاشية المقربة أو من الأقارب والنسباء والمنسوبين والمحسوبين. ونظرا لأن حكام ذلك الزمان كانوا رجالا مثل ما هو الحال الآن، فقد كان للنساء نصيب كبير ودور حيوي في تسيير الأمور والاطلاع على خوافيها ومعرفة مداخلها، والمقصود هنا بالطبع النساء الجميلات اللواتي كنا يتأنقن بأنوثتهن ويتعلمن من الرقص والغناء وفنون الغنج ما يضمن لهن مكانة عند الحاكم ومكانا في قصره. ومن هنا لازلنا نسمي الراقصات الخليعات عوالم، ونسمي الواحدة منهن علمة، لأنهن دائما أبدا العالمات ببواطن الأمور.
وهكذا صار المرأة الجميلة بحسب درجة جمالها وطغيان أنوثتها حقها في الوساطة وتكريس الفساد العام. فهذه المرأة جميلة بحيث يمكن أن يقبل منها الحاكم الوساطة في أحد المغضوب عليهم، وهذه امرأة أجمل بحيث يمكن أن تتوسط بجمالها وتبذله من أجل إخراج مسجون. وهذه فائقة الجمال حتى أنها تستطيع سلب عقل الحاكم ورد حكم القاضي وإيقاف عمل السياف وتحل حبل المشنقة من حول عنق المحكوم عليه بالإعدام، ولو في آخر لحظة تسبق إعدامه.